على هذه المتابعة الإخبارية. مشاهدينا الكرام، أمال عريضة وأحلام كبيرة بينتظروها المصريون من رئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي. طبيعة الأحوال الإصلاح الاقتصادي من أهم وأبرز التحديات اللي ستواجه رئيس المنتخب الجديد، وعلى الشعب المصري عليه أيضا أن يدرك يعني أهمية العمل وأهمية الإنتاج، وألا نعول بشكل كبير ورئيسي على فكرة المساعدات العربية أو المعونات من بعض الدول، وإن كانت طبعا هي مهمة بدرجة كبيرة ولكن مش هي الأساس. لابد أن نعول على العمل بتاعنا وعلى شغلنا وعلى إنتاجنا، ويمكن زي ما قلت يا أحمد فكرة أن التحدي الاقتصادي من التحديات طبعا القوية جدا اللي بتواجه مصر بشكل كبير، وزي ما احنا عارفين يمكن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة. بنتمنى أني مع استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في مصر ومع وجود رئيس جمهورية منتخب جديد عبد الفتاح السيسي أن تستقر أيضا الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير. يمكن أبرز دليل على أن السياسة والاقتصاد وجهين لعملة واحدة زي ما قالت أمل هو ما يحدث في البورصة المصرية في الفترة الأخيرة، وما تابعناه كمان من سعر صرف الجنيه المصري مقارنة بالدولار الأمريكي، وده كله طبعا بيبقى انعكاس الأحداث السياسية والأجواء اللي بتشهدها مصر. التحدي الاقتصادي هو أبرز الملفات اللي على مائدة الرئيس المقبل، لأنه بيتفرع منه الحقيقة كل المشاكل اللي بتعاني منها مصر، وممكن من خلال وضع حلول أيضا لهذه المشاكل، ومن أبرزها ملف العدالة الاجتماعية. من المقرر أن الرئيس السيسي يلقي كلمة يحدد فيها النهوض بالاقتصاد وخطته الاقتصادية المقبلة، كلنا في ترقب لما سيقوم به من إنجازات على الصعيد الاقتصادي. نشوف تقرير وبعده هيكون معانا وقفة حوارية حول الخطط التنموية في الفترة القادمة. في إطار الاستعدادات لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي التي تجري الأحد، وصل إلى القاهرة عدد من الوفود العربية والأجنبية للتحضير لزيارة قادتهم. هذا ومن المقرر أن يؤدي الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية صباح الأحد أمام أعضاء الجمعية العامة لمستشاري المحكمة الدستورية، وتجري المراسم بحضور المستشار عدلي منصور بوصفه رئيس الجمهورية المؤقت، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والعالم العديد من الشخصيات العامة والسياسية. ونحو الأمام تسير خريطة المستقبل لينتهي المصريون من الاستحقاق الثاني المتمثل في الانتخابات الرئاسية في انتظار تتويج خريطة المستقبل بالانتخابات البرلمانية، ليثبت المصريون للعالم أجمع أنهم قادرون على اجتياز الصعاب وتحقيق أحلامهم مهما كانت الظروف. وانتهت الخطوة الأولى من خريطة المستقبل المتمثلة في الاستفتاء على الدستور، تلتها الانتخابات الرئاسية كخطوة ثانية من الخريطة لتنتهي بفوز المنتخب عبد الفتاح السيسي ليكون رئيسا لجمهورية مصر العربية في وقت يعلق المصريون كثيرا من الأحلام والطموحات على الرئيس الجديد، مطالبين بتحقيق ما خرجوا إليه في ثورتي 25 من يناير و30 من يونيو من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية. والمزيد من التفاصيل والمتابعة حول الخطط التنموية الاقتصادية المنتظرة في الفترة القادمة بمشيئة الله، خاصة بعد يعني تنصيب رئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية. يسعدنا أن يكون معي ومعكم وعلى الهواء مباشرة في استوديو هذا الصباح الأستاذ الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي. دكتور عبد النبي صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح الخير يا أستاذ. صباح الخير. دكتور عبد النبي، بداية يعني إيه هي رؤيتك خريطة التنمية في الفترة القادمة مع استقرار إن شاء الله الأوضاع السياسية؟
يعني في مثل هذه الأيام تقريبا من العام الماضي الأيام الهجرية يعني في شهر شعبان أنا كنت معكم هنا وكنا بنقول أن مصر بتمتلك الكثير من الإمكانيات والموارد اللي تؤهلها خلال عام أن تكون في مصاف الدول المتقدمة، شرط أن يتم اتخاذ القرار السليم في التوقيت السليم. للأسف الشديد ما تم العام الماضي أنه لم يتم قرار سليم ولا حتى توقيت سليم. أعتقد أن مصر بتمتلك فرصة حقيقية. الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يؤدي اليمين الدستورية غدا. أمامنا على شهر رمضان بضعة أيام. شهر رمضان بيمثل قيمة مهمة جدا في حياة الاقتصاد المصري على الإطلاق. يعني شهر رمضان هو الشهر الجاذب للسياحة العربية ككل، يعني وهذا ما فشلت فيه الحكومة السابقة في استغلاله، لأن يعني لم تتمكن من استغلال فرصة شهر رمضان وتسويق للسياحة العربية. السياحة العربية على الأقل بيقدم ما لا يقل عن 1,000,000 سائح عربي، يعني بحسبة بسيطة كده بنقول إنها بتدر دخلا في الشهر الواحد خلال شهر رمضان ده يقدر على الأقل بمليار دولار. إذا بدأنا بهذه النواة إلى جانب هذه السياحة بيتحرك إلى جوارها أجزاء كثيرة جدا من الأعمال، فعندنا فرصة لاستغلال مورد هو مورد طبيعي وهو تفضيل الأمة العربية والإسلامية لقضاء شهر رمضان في مصر في حالة الاستقرار التي أعتقد أنها سوف تسود إن شاء الله بمجرد تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي أو أداء اليمين الدستورية. أصبح عندنا مورد نستطيع أن نستغله. على الجانب الآخر يعني وكما سبق خلال الأشهر الماضية كان هنالك حديث عن وجود المخطط الاستراتيجي لاستغلال منطقة ما يسمى بمحور قناة السويس. كان من المفترض أن تنتهي الدراسات التخطيطية له خلال الشهر الماضي وأن يبدأ التسويق لهذا المشروع على المستوى سواء المحلي أو العربي أو العالمي. سيناء بتمثل ما يقرب من 6% من مساحة مصر، أي يعني مصر أخرى، يعني المساحة المأهولة من مصر هي 6% من مساحة مصر الكلية. سيناء هي كأنك بتضيف مصر جديدة. إذا تمكننا من توجيه الاهتمام وتسويق المشروع الكبير أو المشروع العملاق في مراحله الأولى حتى، فإحنا على الأقل بنتوقع دخلا مقداره ما يقرب من 20 مليار دولار سنويا. هذه بعض الإمكانيات البسيطة والموارد البسيطة المتاحة والتي يستطيع بها الرئيس المنتخب حال توفر جزء بسيط من الاستقرار الأمني وانفتاح يعني سياسي من خلال الاستحقاق البرلماني القادم من أن يؤكد أن مصر تمتلك هذا المورد ولا تحتاج لا بقى لا مساعدات ولا غيره. لغاية لما يتم الاستحقاق البرلماني احنا ما عندناش برلمان، المرحلة دي شايفها ازاي من المنظور الاقتصادي؟ اكيد المستثمر منتظر ايضا يبقى في برلمان علشان يكون في استقرار في الناحية التشريعية، المواطنين كمان منتظرين هذا البرلمان علشان هو اللي حيشكل الحكومة من خلال الأغلبية البرلمانية وحيقر أيضا التشريعات الخاصة بالضرائب وغيرها من التشريعات الاقتصادية المختلفة. هذه المرحلة شايف تحرك الرئيس فيها يكون ازاي من ناحية يعني الاقتصادية. أنا شخصيا وبرضو بأعيد نفس الكلام قلته في العام الماضي في نفس هذه الفترة، أنا أعتقد أن الرئيس يحتاج على الأقل إلى مجلس استشاري من 100 إلى 150 شخصية عامة، لا أريد أن أقول تحل محل البرلمان أو تقوم بعمل البرلمان، لكن على الأقل يشعر منها المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي أو المواطن أن هنالك من يراقب أداء عمل الحكومة وعمل حتى الرئيس. يعني هذا المجلس الاستشاري أعطيه بعض الصلاحيات، يعني يشارك. يعني أنا شخصيا كنت ممتعد جدا من أن الرئيس عدلي منصور بعد أن ألقى خطاب الوداع وقع 6 قرارات جمهورية بقوانين. يعني أعتقد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني بموجب الدستور يحق له أن يستعين بمجموعة استشارية على الأقل تعطي للعالم وللمواطن أن هنالك من يراقب أداء الحكومة ويساهم ويساعد في إيجاد بعض الحلول للمشاكل العاجلة أو حتى بعض التشريعات الجيدة للمناخ القادم. أعتقد أن هذه الخطوة إذا وجدت وتمكن هذا المجلس الاستشاري حتى لحين الاستحقاق البرلماني من تقديم بعض التشريعات وبعض الأشياء الرسائل المطمئنة للاستثمار المحلي والأجنبي، فإحنا بنكسب كتير جدا، يعني بنؤدي إلى ما يسمى بتنشيط أو بترويج مناخ الاستثمار في مصر. على الجانب الآخر أنا بقى بأتمنى، يعني الآن لدينا رئيس منتخب، لدينا جمهورية جديدة، لدينا حياة جديدة. أنا يعني من هنا بأدعو كل الكفاءات المصرية وكل الخبرات المصرية، من يجد في نفسه الكفاءة والقدرة ويمتلك الخبرة والصفحة البيضاء الناصعة بعيدا عن كل ما يشين، يجد في نفسه الكفاءة لخدمة هذا الوطن أن يعني يعرض نفسه ويقدم نفسه من أجل خدمة الوطن سواء بقى كان في الداخل أو في الخارج. ما نستناش نقول أصلي محدش عرض علي حاجة، أصلي محدش طلب، لا. يعني مصر الآن في
حاجه ماسه الى كافه لازم كل واحد فينا يسعى لتقديم ما لدي، سواء بقى المساعدة. يقول انا عندي استعداد ان انا اخدم في المنصب الوزاري الاخر، انا عندي استعداد ان انا اقدم استشارات، انا امتلك بعض الدراسات وبعض التجارب، انا لي صلات ببعض رؤوس الاموال العالميه او حتى الشركات العالميه، استطيع ان اسوق لمناخ الاستثمار او حتى للسياحه المصريه. كل من لديه الرغبه والامكانيه والافكار، بشرط ان يكون يعني زي ما احنا بنقول يعني صفحته بيضاء ولا يوجد عليه اي شوائب. هو هيقول لي مين يا دكتور عبد؟ لا، على العكس، يبقى في جهه. احنا بنقول النهارده اصبح هنالك رئيس للجمهوريه، هذا الرئيس اتى من مؤسسه مشهود بها بالكفاءه والاقتدار، ولا يملك ظهير سياسي على الاطلاق، يعني مش جاي من حزب ولا معدود على جماعه ولا معدود على شيء، بل هو معدود على مؤسسه ممنوع عليها العمل في السياسه على الاطلاق. وسوف يكون من الصعب عليه ان يطلب من مجموعه من ضباطه او مساعديه او ابنائه او تلامذته داخل القوات المسلحه، ورغم ان القوات المسلحه تملك الكثير من مراكز البحوث والدراسه، ان يطلب منهم التخلي عن الجيش ثم ان ياتوا اليه لمساعدته. انا بقول النهارده كل هذه الخبرات موجود، رئيس منتخب سوف يختم اليمين الدستوريه بعد ايام، قدموا اليه نفسكم واعرضوا عليه انفسكم، بشرط ان تكونوا يعني صفحتكم بيضاء، صفحتكم ناصعه، لا يوجد لديكم ما يشين او لديكم ما تخفونه. بشرط يكون لديكم الكفاءه، لديكم الخبرات، لديكم الدراسات، لديكم سابق التجارب. يعني احنا ممكن نذكر اسماء كثيره جدا يعني بالالاف موجوده في مؤسسات سواء بقى بحثيه او مؤسسات فاعله موجودين في الخارج، كفاءات مصريه موجوده ولها باع طويل جدا في العمل العام والخدمه وحتى في المجال الاقتصادي والاجتماعي. كفاءات مصريه للاسف كمان مهاجره، يعني احنا قلنا الاول في الخارج، يعني انا ذكرت في الخارج وانا مش عايز اذكر ارقام كثيره جدا منها بشكل هؤلاء يعني مطلوب منهم، عندهم استعداد كمان، يعني الاكثر من كده يا استاذ انهم اتوا يعني في اعقاب 25 يناير، وحاولوا يقابلوا اكثر من رئيس حكومه واكثر من وزير. كان السؤال يعني هم كانوا جايين يقولوا ماذا تريدون منا، فكان السؤال المقابل انتم تقدروا تعملوا ايه، فكان سؤال بسؤال، من هنا فشلت كل الامور. انا الان اقول ان يعني لا، في ظل عدم وجود حكومه، يعني انا شخصيا لو موجوده حكومه او لو ان هنالك خطاب تكليف للحكومه كنت ساقول هذه الحكومه مطالبه بان تعد خطه وخارطه لما تحتاجه سواء بقى من المصريين في الداخل او من المصريين في الخارج ثم تعرضها علينا. احتياجاتنا الاقتصاديه، شايف ايه هي اهم وابرز التحديات ربما التي تواجه الاقتصاد المصري بشكل كبير؟ هل ترتبط بفكره القوانين المنظمه للاستثمار في مصر، ولا احنا عندنا قوانين ومش عارفين ننفذها ونفعلها على ارض الواقع، ولا بترتبط بشكل اخر بالحاله الامنيه في البلاد؟ يعني هي الحاله الامنيه يمكن هي اهم شيء، لكن انا بقول ما يسمى بعامل الثقه. يعني الاستاذ احمد قال شيء مهم جدا، هو رجل الاعمال هياخد قرار استثماري في الوقت الحالي دون ان يعني يكون لديه شكل للبرلمان القادم؟ البرلمان هيقدم التشريعات، والله ما انا منتظر اشوف الغلبه في البرلمان سوف تكون لانه اتجاه، يعني لو اتجاه بيحبذ التدخل الكلي للدوله رجل الاعمال يقول لك لا انا ماشي، لو اتجاه يعني بيعطي ما يسمى بالمزيج التعاوني ما بين الدوله وما بين الاستثمار والقطاع الخاص، سوف تجد هنالك جزء كبير جدا من المستثمرين سواء المصريين او المصريين في الخارج او حتى الاجانب بياتوا، لان الدوله سوف تقدم مجموعه من الخدمات التي لا يستطيع او لا يرغب القطاع الخاص في تقديمها، وسوف يترك المجال الاخر للقطاع الخاص ليقدم ما يستطيع. يعني شايف الملامح الاقتصاديه هتتحدد مع وجود برضه غير كافي وجود رئيس جمهوريه او تنفيذ، ده صحيح. عشان كده انا بقول ده ما اراه عشان كده انا بقول ان الرئيس محتاج الى على الاقل لحين انهاء انتخابات البرلمان محتاج الى ما يسمى بمجلس استشاري له بعض صلاحيات البرلمان، مش هقول بقى ان هو يناقش الموازنه ويقرر، لكن على الاقل يراقب المشروعات القوانين وان يساهم في تشريع بعض القوانين. يعني ما نقولش يعني زمان كنت بنقول اصل الرئيس مهما كان هو فرد، يعني مهما صحيح. كان وعمل المجموع اكبر باهم بكتير جدا من عمل الفرد. فالقرار الاستثماري بدل ان يؤجل لحين اتخاذ اجراءات انتخاب البرلمان، وجود هيئه استشاريه الى جانب الرئيس يعني تراقب القوانين وتساعد في التشريع سوف يسرع مساله اتخاذ القرار الاستثماري من قبل المستثمر، ولا ينتظر عده اشهر لحين اكتمال البرلمان. ومن هنا ده اهم تحدي موجود، هل سوف يكون وجود الرئيس عامل ثقه للمستثمر وللمواطن، للمواطن ان يعمل وانه سوف يحصل على ما يستحق، وللمستثمر ان اعمل وسوف تكون الدوله الى جوارك وسوف تكون كل استثماراتك امنه ولن يقترب منها احد؟ هل سوف يكون الرئيس وحده قادر على اعطاء هذه الرساله بالثقه والامان؟ انا شخصيا اعتقد انها صعب، لكن عندما يتم اختيار
يعني مجلس استشاري 100 إلى 150 فرد يعني يكون مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والوطنية والقدرة على العمل، أعتقد أن ذلك سوف يكون عامل مهم جدا في تسريع اتخاذ القرار السياسي أو الاقتصادي سواء من المستثمر المحلي أو حتى المستثمر الأجنبي. طيب فيما يتعلق بالرسائل التي تم توجيهها بعد فوز إعلان فوز السيسي من جانب دول الخليج ومبادرة السعودية حول عقد مؤتمر المانحين للاقتصاد المصري، بعض الخبراء بيروا في ده شيء غير لائق بمصر. أنا شخصيا أول من تحدث أنا يعني، وبعض الآخر بيرى شيء إيجابي يعني أنا بشكرك جدا. إزاي نستثمر هذا الأمر؟ يعني أنا بشكرك جدا على السؤال. يعني أنا يعني أعتبر الاقتصاد الوحيد الذي رفض مسألة مؤتمر المانحين لدعم الاقتصاد المصري، وقلت كده بالحرف يعني يا سادة نحن لم نصنف بعد كمتسولين فلا تحاولوا أن تصنفونا كذلك. ما نريده هو مؤتمر مصري خالص خالص لعرض فرص الاستثمار ومناخ ومقومات الاستثمار في مصر، الامكانيات الارباح التي يمكن يحصل عليها اي مستثمر من الاقتصاد المصري. ندعو اليه بقى كل الشركات، ندعو اليه كل الدول، ندعو اليه كل الدول التي ترغب في ان تتواجد في الاستفاده من الاقتصاد المصري. لكن لما بنيجي نقول مؤتمر الدول المانحه، هنا احنا بنتكلم على دول ووفود رسميه فقط، بيبقى مستبعد منها عدد كبير جدا من الشركات العالميه او حتى الشركات دوليه النشاط، وبيبقى جدول الاعمال هنا ماذا تريدون وماذا نستطيع ان نقدم لكم وهذه امكانياتنا. اما في يعني اذا تحدثنا عن ان مصر تعقد مناخ لعرض الفرص الاستثماريه اللي موجوده، وهنا برضه انا كنت بقول يعني الرئيس السيسي قبل الصمت الانتخابي بعده ايام قدم برنامج ممتاز، يعني قسم فيه المناطق الجمهوريه لمناطق اقتصاديه ومناطق ذات اولويه اولى للاستثمار ومناطق واعده. اذا تم عرض هذا المخطط من قبل مصر، من قبل بقى سواء بقى سميه مؤسسه الرئاسه المصريه من الحكومه المصريه على العالم، المسألة هتبقى مختلفة بشكل كبير جدا. ندعو ليه بقى كل الشركات، ندعو له كل من يرغب في الاستثمار. أما مؤتمر المانحين أو الدول المساعدة، المسألة هتبقى متوقفة بشكل كبير جدا على المزاج السياسي اللي موجود. من المؤكد أن هنالك جماعات ضغط في السعودية وفي الإمارات وفي غيرها من دول الخليج ترفض دعم مصر وتقول ولماذا يعني ولماذا نقدم دعما، خاصة أن يعني ما يقال من أنه تم تقديم ما يقرب من 20 مليار دولار خلال العام ولم يتم الاستفادة بها. مسألة الدعم دي مسألة يعني عادة لا تؤدي إلى النمو، وزي ما قال برضو الوزير القدير الأستاذ هاني أدري في أحد اللقاءات، مصر أنفقت ما يقرب من تريليون جنيه على الدعم من أجل مكافحة الفقر وما زال الفقراء موجودين. إذا استمرنا في مسألة الدعم والمساعدة وقبول المساعدة من الحكومات الصديقة، فتأكد أن هذا سوف نتلقى الأموال ولكن سوف تظل المشاكل موجودة. ما أتمنى من القيادة الحالية الموجودة ألا تقع في مثل هذا الفخ. مسألة الدول المانحة ده اقتصاد بيبقى منهار، اقتصاد غير قادر على النمو او الوقوف على قدميه، وبتيجي هذه الدول من اجل ان تساعد. وعادة من يراقب التاريخ الاقتصادي ككل لم يعني حتى بدءا من مشروع مارشال لانقاذ الاقتصادات التي دمرتها الحرب العالميه الثانيه لم يستمر ولم يستكمل بالطريقه الصحيحه، انما كانت السواعد الذاتيه والتنميه الذاتيه او التنميه ذاتيه المحور كما اسميها هي العامل الاساسي للتنميه الحقيقيه التي تؤدي الى النمو يشعر به المواطن العادي. لكن النهارده عدد كبير جدا المصريين يقولوا السعوديه هتبعت فلوس والامارات هتبعت فلوس، الكل منتظر ان يحصل على نصيب من هذه الاموال. صح. دون ان يعمل هو كان احنا بنقول للمصريين خلاص بقى بعد ما كنا بنتفاخر ونقول للدنيا كلها الفلوس دي هيتم توجيهها لمشروعات ولا مثلا هتصرف فيه، ده هو كل واحد مستني نصيبه. يعني للاسف الشديد كل واحد يقول لك ايه اصل السعوديه هتبعت مليارات. يعني انا مش هينبني يعني انت ماذا فعلت؟ يعني المفروض ان تعمل لكي تحصل على اجر او على ربح، يعني تستثمر لتحصل على ربح. ربما هذا المؤتمر يعني يكون له مدلول سياسي. احنا بنقول هنا بقى الخطا بقى ومعنوي يعني ما يكونش مؤتمر للمانحين، ما يكونش مؤتمر للمانحين ولا مؤتمر لدعم مصر. احنا بنقول مؤتمر مصري خلاص، تدعو اليه الحكومه المصريه او حتى المؤسسه الرئاسه المصريه، هو مؤتمر لفرص الاستثمار في مصر، يدعى اليه كل الاشقاء العرب. صحيح. ويدعى اليه المستثمرين المصريين الموجودين في الخارج. تدعى اليه رؤوس الاموال المصريه الموجوده. انتوا فاكرين احنا هنا قدمنا تقرير كان مرعب جدا ان رؤوس ان الاموال المصريه الموجوده في الخارج وهي من المستثمرين المصريين يعني او من اصول مصريه بتقترب من نصف تريليون دولار. الرقم ده رهيب جدا، لو جبنا بس 10% منه احنا بنتكلم في 200 مليار جنيه يجوا للاستثمار في مصر، خلاص ما بقاش محتاجين حاجه على الاطلاق. وزي ما احنا بنقول ان عندما شعر هؤلاء المصريين سواء بقى المصريين بالجنسيه او حتى المصريين بالولاده او حتى المصريين بالانتماء من ان مصر في حاجه لهم، اتوا كثيرا الى مصر. اذا علينا الا نعول بشكل كبير ورئيسي واساسي على هذه المعونات او هذه المساعدات العربيه، ولكننا في المقابل يعني نثني عليها ولا نقلل من شانها، لان لا 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 لا.
كل الأحوال يعني هي ليها مدلول سياسي بالدرجة الأولى أكتر من ليها مدلول بالتأكيد. اقتصادي يعني نثني عليها ونشكر كل الزملاء والأصدقاء العربية الحقيقية في مصر في ظل هذه الظروف الحرجة اللي يمكن كثير من الدول يعني ابتعدت عننا بشكل كبير ووصفت الأوضاع في مصر بأنها انقلاب عسكري كل التقدير. لا بالتأكيد كل يعني كل هذه المبادرات لها كل الشكر ولها كل قدر الامكان، لكن اللي احنا بنقوله نحن نشكركم لكننا نريد الا استثمارات ولا نريد مساعدات. وعلى فكره كان ده نفس الكلام اللي قاله رئيس الوزراء المصري الشهير جدا الدكتور حجازي في اثناء حرب ال 73 عندما ذهب الى يعني الى الدول العربيه وقال نحن نشكركم على كل المساعدات ونشكر كل ذلك، لكن مصر تحتاج الى استثمار. الاستثمار معناه ايه؟ انك سوف تؤدي عملا ومقابله سوف تحصل على ربح وانتاج. من هنا بقى نبعد فكره الكسل وفكرة ان والله احنا ما احناش محتاجين والمصالح يعني متبادلة ومشتركة وهنا يبقى حتى الكل من يعني عندما تأتي باستثمار فانت بتبذل مجهود اكبر بتقدم تكنولوجيا من اجل الانتاج الافضل وباسعار اقل، يعني هي فكرة التنافسية. اما عندما تقدم مساعدات اولا انت المساعدات بتقدم جزء انت لا تحتاجه فلن تهتم بمراقبة ماذا تم يعني كيف تم استثماره او ماذا فعل به من اخذه. عندما انت ايضا كمتلقي لن تكون مهتما جدا بأن تنظر إلى الاستخدام الأمثل لهذا الدعم لأنه يعني هو شيء أتى إليك بدون أن يعني لن يسألك عليه أحد، ده جزء مهم جدا وأنت لم تتعب فيه من أجل أن تحافظ عليه. طيب. يعني الفكرة دي هي ده، لكن لا بالتأكيد نحن نشكر كل الأخوة وكل الزملاء وكل الأشقاء، لكن أنا أقول إن المصريين ظلوا طوال عمرهم يحبون العمل والعمل عبادة. مش عايز بقى يعني نتواكل ونتراخى ونقول طيب. أصل ماسورة الخليج هتتفتح فإحنا مش محتاجين نشتغل يعني. طيب نقطة العمل حضرتك اتكلمت عليها دلوقتي ازاي ان احنا نبتدي بقى نعول عليها علشان نبني نفسنا ذاتيا وما نحتاجش قدام لحد ان هو يساعدنا بهذا الشكل المستمر. يعني المساعدات اكيد مطلوبة لكن مش هيتم التعويل عليها باستمرار او على المدى الطويل. وكمان عندنا دلوقتي حالة جميلة قوي في البلد شفناها مع الاحتفال بوجود رئيس جديد وازاي الناس نزلت للشوارع من تلقاء نفسها بدون اي حد ما يدعوها للنزول. ازاي ان احنا نستغل هذه الحالة في دفع الناس للعمل والإنتاج بعد فترة من الركود وتوقف المصانع وعدم الاستقرار في قطاعات عمالية كتيرة وقطاعات إنتاجية كتيرة؟ يعني هو بداية كما سبق وقلت وأكرر عليه كل من يجد في لديه القدرة والكفاءة أن يقدم نفسه. الجزء الآخر أن على يعني ما نسميهم بالنافذين في المجتمع المصري أن يحاولوا تحفيز المصريين على العمل والإنتاج. الجزء الآخر أن يبقى فيه موجود يعني ما نسميه بتعاقد محترم ما بين رجال الأعمال أو حتى رجال العمل والعمال بحيث يعني يكون هناك نوع من الاستقرار في سوق العمل وتحسين لشروط العمل. الجزء المهم جدا هو أن ننفذ الدراسات التي يعني تم إنفاق الكثير من الأموال فيها وهي ما يسمى بتنميه مشروع محور قناه السويس بالاضافه الى الحديث الجاري عن الاستفاده من تنميه جنوب الصعيد وده جزء يعني كلنا نذكر ان الدوله الفرعونيه الاولى في طيبه كانت موجوده. يعني عندنا الكثير من الموارد والامكانيات التي نستطيع ان نستغلها. جزء مهم جدا أن تقوم الطبقة النافذة بتوجيه الغالبية العظمى من الشعب المصري بأن علينا العمل أولا قبل أن نطالب بالحقوق. لا تطالب بحق دون أن تعمل، اعمل ثم طالب بحق. هي في كل الأحوال طبعا مسؤولية مشتركة ما بين الجميع. طب يمكن أحمد ذكر فكرة الأجواء الاحتفالية أو الحالة اللي بيعيشها الشعب المصري دلوقتي ودي حاجة جزئية عايزة أتوقف عندها، فكرة التأييد الشعبي والجماهيري الكاسح حقيقة اللي بيحظى به الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي. في البعض شايف ان ده هيبقى دافع ليه للامام وللتقدم ان شاء الله على المناحي والمجالات المختلفه، وفي البعض الثاني شايف ان هو ده هيمثل له عبئا قويا وخطيرا فكره ان الشعب المصري بيتعامل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بانه طوق النجاه وانه هو المنقذ وانه هو الحلم المنتظر. اذا بطبيعه الاحوال سقف التطلعات والطموحات فاق الحد والوصف ونحن في النهايه نعمل في إطار إمكانيات وموارد محددة. ده بقى محتاج نوع من التعاون والدعم والخلط ما بين الـ 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 الآمال العريضة اللي موجودة بانتخاب الرئيس السيسي وما بين هو ما يستطيع أن يقدمه هو نفسه للشعب. يعني احنا محتاجين تلاحم ما بين الاثنين. يعني محتاجين أن زي ما احنا كنا بنقول سواء بقى الرئيس السيسي نفسه أو حتى معاونيه يبقوا ملتحمين موجودين بالشعب يسمعوا منهم ويقدموا
يقدموا ما لديهم ويقدموا الاقتراحات لحد بس ما نوصل للحالة الحقيقية، يعني لحالة التوازن. الآن كما تقولين الرجل لا يملك عصا سحرية، وقال المصريين جزء كبير جدا منهم واثق بأن وجوده سوف يؤدي إلى الاستقرار، والاستقرار سوف يؤدي إلى النمو الذي يعني يؤدي إلى الرفاهية. مطلوب أن احنا نوصل بقى بالمزيج ده إلى النقطة الواقعية التي نستطيع بها تحقيق أفضل معدلات للإنتاج وللنمو بأفضل مشاركة ممكن. يعني لا يركن المصري من أني خلاص ما احنا انتخبنا بقى المشير السيسي ما هنشتغل ليه، لا، والمشير السيسي يقول ده هم محتاجين ان انا اعمل لهم كل حاجه، لا محتاجين بقى المزج ما بين الطاقات والموارد الموجوده وما بين التطلعات والامال المصريه الموجوده. نقطه التوازن دي هي اللي هتضمن الانطلاق والاستمرار في العمل وفي النمو. اما يعني سقف التطلعات الكبير وامكانيات ان الا يتحقق كله وممكن انه ينتج عنه حاله من الاحباط، ده وارد اذا تم يعني اذا استمر الفصل ما بين القاعده الشعبيه اللي موجوده وما بين الحكم كما كان يحدث في سنوات سابقة، وأنا لا أعتقد أن ذلك سيحدث قريبا إن شاء الله. إن شاء الله. نشكرك دكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي. شكرا يا أستاذ. شكرا يا أستاذ. أهلا بحضرتك معنا، ومشاهدينا الكرام نتواصل مع حضراتكم ولكن بعد